انا هنا في ايطاليا، شوف شوف فين عايشين، شوف الخوف وشوف الرعب فاش ولينا عايشين. وانت كتقول لعب الله اجي ومرحبا بكم. السلع تماني واش سبطرتنا في المستوى تاوع هنا في ايطاليا؟ لا مقارنه، لا مقارنه. هذه دابا 11:35 دقيقه، هذا الناس قال لك القليل قليل اللي عنده الخدمه بحال انا خدامه، انا غدا راجعه للدار وستة العشية يتسد كل شيء والدراري محبوسين في الدار. انت كتشوف وانت كتقول لي المغاربة اللي في ايطاليا جمع فين غادي يجي؟ واش عندك السبيطارات؟ واش عندك الاجهزة؟ وحنا عارفين سبيطارنا ما يدخل ليه حتى الكلب. واش عيب الله عندكم الرعاية اللي كاينة هنا؟ هنا عندهم احسن اطباء واحسن كل شيء، ما قدروش يحبسوا هذا الميكروب هذا. وانت كتقول لهم يجيو فين بغيتيهم يجيو؟ واش عباد الله الا جا هذا المرض راه المغاربه كلهم غادي يموتوا، المغاربه كلهم غادي يموتوا. وانت تتقول لهم اجيو مرحبا بكم في اسيدي، ما مرحباش بيهم. انا مقطع البي ولا بقى هذا الشيء انا ما جاياش في شهر 5 ان شاء الله ما نجيش، لحقاش انا عزيزه عليا بلادي ما بغيتش الناس يمشيو فيها. واش انت عندك الاجهزه؟ واش عندك الاطباء؟ حنا تما انا ما خلصتش ما كدوش. هنايا راه السبيطارات، السبيطارات عندهم اعلى مستوى احسن من امريكا هنايا، وما قدروش يحبسوا لي هذا المرض. وانت كتقول لهم يجيو مرحبا بهم؟ اسيدي مرحبا بهم، حبس عليا الزبل، حبس الطيارات وحبس الحدود. راه الا دخل هذا المرض، ها انت كتشوف الزلقه كيخاوي، الا دخل هذا المرض هذا، الا دخل عندك في المغرب والله اسيدي ما يبقى فيهم واحد. ما عندكش المستوى تاع السبيطارات، ما عندناش المستوى تاع هنا في اوروبا. وانت كتقول لي الاو باش يجيو المغرب، اسيدي ما يجيوش ما يجيوش، انا منهم، انا نتحبس في الدار. ها انت كتشوف، ها انت التقضيه قال لك تمشي تقضيه واحد في العائله، ما تخرجش العائله كامله. الدراري محبوسين في الدار وعندي ولدي مريض بالدقه. انت كتقول لي بنتي تا هي مريضه، كلشي محبوس، كلشي محبوس. انت بغيتي المغاربه يجيبوا لك هذا المرض؟ يعني لا يعقل، حيت انت عندك الامكانيات.